آلية الخطط الدراسية في مرحلة البكالوريوس بجامعة شقراء، الحقيقة يعني هناك أكثر من شق لهذا الجانب، فإذا أخذناه على مسألة التحول فقامت الجامعة خلال السنة الماضية بتحويل الإطار الزمني لجميع الخطط الدراسية من فصلين دراسيين إلى 3 فصول دراسية، ومثل ما ذكرت قبل قليل مع الإبقاء على الوحدات التدريسية مثل ما هي وزيادة الحصص التعليمية أو الساعات التعليمية للطالب. أيضا النموذج الآخر أو الشق الآخر في هذا الجانب يتعلق بتطوير الخطط الدراسية، فالجامعة حاليا تعكف على تطوير جميع خططها الدراسية بناء على ما جاء وبناء على ما أتيح للجامعات من مرونة في لائحة الدراسة والاختبارات الجديدة.